السلام عليكم. وبهذا الفيديو ان شاء الله راح نجرب جهاز 15 برو ماكس. طبعا يعني راح تنصدمون من اقول لكم انه الجهاز صاله 7 أو 8 ساعات لعب متواصل. يعني اي شيء شوفوه بهالمقطع ورا 8 ساعات لعب، وفوقه حاليا التصوير. يعني خاف واحد يقول لكم يلا انا فتحت لكم التصوير ودقيقتين ثلاثة، لا، صاله 8 ساعات لعب متواصل. يعني مشعول ابو المقطع، ابو التليفون. طبعا شباب لايك واشتراك حتى تدعموني بالمقطع وهالسوالف. يعني طبعا اكو ناس ينشرون المقاطع ويعطيكم ايجابيات فقط للجهاز، انا حاعطيكم السلبيات. مثل ما قلت لكم 8 ساعات، تعرفون شو يعني 8 ساعات؟ يعني لعب كلش قوي. حاليا خلينا نلوت، اعطيكم السلبيات والايجابيات بالضبط. يعني اي شيء بالجهاز اعطيكم سلبياته حتى الناس يفتهمون. طبعا اول سلبيه حاطيها قبل ما نبدي هاي، اول سلبيه انه الجهاز يحمي. يعني حاليا الجهاز 14 برو ماكس كل الناس يعرفون انه هو يصير حار، ولكن هذا الجهاز 15 برو ماكس، يعني اذا لعبت بيه تقريبا ساعتين او اقل من ساعه، يعني تقريبا ساعه اول جيم ثاني جيم، تحس انه الجهاز صار حار، صار حار. بعدين ساعه يتفلش الجهاز. طبعا انا شباب تدرون يقول يعني شفتوا يعني من جو قتلت هذا، هسه قتلته. يعني خاف واحد يقول لك انه الجهاز ما يعلق او الجهاز كل شيء ما بيه، لا، حاطيكم اي شيء يصير بالضبط. خلينا يعني نطلع هذا الاسهم. انا ما شفت بيه تعليق الصراحه، ليش واحد يعني ينكر هاي؟ ما شفت بيه تعليق ابد، ولكن يعني ما اعطيكم ايجابيات بقول لكم ماكو منها. لا والله الحراره تاذي، يعني حاره حار، الجهاز حار يشتعل شعل. يعني لو بالصيف جهاز 15 برو ماكس بالصيف ومتحط لك بنكه يمه، يمكن اول ساعه يطق بوجهك نقد مو حار. يعني الناس ما يحكون هيك، يقول لك يلا حار بسيطه وهالسوالف لك، لا والله العظيم حراره كلش قويه. طبعا قبل مده كان 90 فريم يدعم، ولكن حاليا دعم يدعم 60 فريم اقصد، لكن حاليا دعم 90. بالبدايه مثل ما تعرفون كل جهاز ينزل جديد بدايته يعطون 90 فريم. هاي خلينا نروح على هاي السياره. طبعا انا العب لعب عادي قدامكم، وانا اصلا شاني بوت يعني من البدايه، ولكن العب لعب عادي قدامكم، لا اقص ولا اسوي اي شيء. لان يعني الشخص اللي يريد يشتري الجهاز او يريد ينصح شخص ثاني لازم يعني ده يحس نفسه هو دي يلعب الجهاز. يعني حاليا انت كمشاهد اعتبر نفسك قاعد تلعب حاليا، واعتبره جهازك، شوف يعني زين لو مو زين. حاليا نروح نلقى لنا مجموعة. طبعا هو ما يعلق ابد 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 ما يعلق. يعني لقيت نلقى لنا انا واحد اثنين. طبعا شباب انا همزين ماكو واحد يقتلني، يعني انا اصلا شي بوت. طبعا ماكو فرق الصراحه، يعني حبيت احكي هاي الحكايه. يعني تقريبا يعني ماكو فرق بين الايفون 14 برو ماكس وال 15، فقط انه حراره الجهاز اكثر. يعني 14 برو ماكس حار، ال 14 برو 15 برو ماكس حرارته مو طبيعيه ابد، اما عن طريق اللعب والجوده او اي شيء اي شيء. تمام، نفس الشيء بالضبط، نفس الشيء، ماكو فرق، ماكو فرق. يعني اذا انت حاليا انت عندك 14 برو ماكس لا تبدل ابد، لا تبدل، ماكو اي شيء، يعني ماكو ميزه جديده او حتى شكل. بها الشغله الوحيده اللي تغيرت انه مسكه الايد بال 14 برو ماكس، اذا كمشت التليفون لمده نص ساعه بدون كفر ايديك تتكسر، يعني اصابعك تتكسر. اما 15 برو ماكس قلت هاي السالفه بنسبه كبيره، يعني نسبه كبيره، بس بعدها يعني الحواف مو زينه كلش الصراحه. يعني ما اعرف، الجهاز الايفون دائما يصير كمشته مو مريحه، يعني اذا تلعب هواي بدون كفر تحس بشي غريب. يعني هاي ماكو ناس شاتين. انا طبعا دخلت السول سكواد لان قلت لكم ما اعرف العب، اخاف يواجهوني واموت من اول جيم. طبعا انا حبيت اسوي الجيم طويل حتى يشوفون الجهاز بالضبط. كنت نلقى واحد هنا شي شات. خلنا ناخذ هذا الموتور. وين نروح؟ وين نروح؟ خلنا نروح لهذا الريد زون. طبعا يقولوا ليش تروح للريد زون او اي شي بكون حتى يشوفون هناك ناس. انا ما اعرف
هاي آخر مرة سمعت هاي الحكاية يمكن ب 2019 إذا أذكر ريد زون، يعني أكو ناس طبعا هاي إشاعات طلعت ثاني. خلاص يا أول خلينا نظل الموتور أحسن لنا، الموتور أحسن شي. ماكو سولو، ما بي احد. انا لو داخل سول سكواد احسن لي. اكو ناس واش راح اسوي بيهم؟ شوفوا راح اكسره متكسر. هسه راح تشوفون اللاعب الحقيقي، يعني راح اشوفكم وجه الحقيقي. يعني هذا واحد يقمص، هذا حقيقي خراب انه مع بالي حقيقي. لا خربنا، شنو الايم الخايس؟ لكت ما يشوفني. هاي كله من ورا الخط راح اموت. ها صار كم جيم؟ 8 دقايق تقريبا. لكت ما يبشون علي. طبعا انا ما اريد اموت هسه الصراحة. اذا متت الفيديو يخرب، حتى لو يخرب انزله، ولكن يعني لازم اشوفكم الجهاز طبيعي. يعني لا اقوص ولا اسوي اي شيء. مع شباب والله الجهاز حار، دا احس بحرارته كلش قوية. هذا واحد هياني شفتو؟ أنا عين صقر، أنا الوحيد اللي شفته. خلينا نصير شجعان ونبش عليه. احنا إذا نظل نخاف يتشحن نخسر. لازم نبوش. حلو قتلت. شفتوا وانا دام اني بطل؟ انا هذا حقيقي خاف عبالكم بوت. شنو واحد يمي؟ بكت مي بوش. دمي نقطة. هو غير خلص بانديج، هاي يمكن راح يبوش علي. حلو قتلته. امزين جاب لي لوت. خلينا نجرب هذا السلاح. بين خوش سلاح. طبعا شباب السوا هذا يقول عبد الله انت شنو انت متلعب بوبجي؟ طبعا ما العب بوبجي هواي. اخر مرة لعبته قبل 3 اشهر. وما يفوتني كيم بالحاسبة ما اعرف ليش. يعني شباب اللي يعرف الحل المشكلة انه ليش ما يشتغل او ما يفوتني كيم بالحاسبة ما اعرف الصراحة. اللي يعني عنده مشكلة حل المشكلة خليه يكتب لي بالتعليقات او يراسلني على حساب الفيسبوك. هذاك واحد هنا. خلينا نجرب هذا السلاح. ما نجرب هذا. حلو هو السلاح. طبعا انا حاليا عندي 3 كلات، يعني هاي 3 كلات بقى 30 واحد. يعني تحدوني انه اجيب 30 كل بعد اسوي 33 كل. ما اعرف شلون يصير ولكن يصير. خاطر وعدة كبيرة.
انسان لو اقص الفيديو مو احسن لي يعني اقص الفيديوهات، لكن حقيقة يعني من اقص الفيديو الشخص اللي يشتري الجهاز راح يصدق اني قلت لكم يلا كل شيء ماكو لا اكو حماوة ولا كل شيء، لكن الشخص اللي يشتري الجهاز لازم يتحمل بدون شقة. يعني من واحد من اللي يشتري الجهاز شو معرفه انه هذا الجهاز قوي لو لا، غير يشوف فيديو كامل يعني تصوير كامل بدون تقطيع، لو مثل التحديات هذول يسوون تحديات اكل كل ساعة يسوون تقطيع تقطيع. هسه ما اسوي فيديو نص ساعة شوف هاي فياري شباب فلان خضراء هم البوتات يركبون فيراري يصعدون مسكنات والمحترفين ما عندهم اي شيء. سيفر خايس ما بيه احد شنو انا بكتك واحد طبعا شباب بالفيديوهات السابقة بالفيديوهات القادمة ان شاء الله يعني مو فيديوهات تجربة يعني فيديوهات عادية راح اقوم اقص بالفيديو يعني بس اواجه واشوف اشوفكم المواجهات، اما حاليا ما يدك ساعد اكرر كل شيء مفهوم. هنروح للسجن، طبعا آخر مرة رحت للسجن قبل 3 سنوات. شنو السجن متغير؟ والله عبالك متغير ما اعرف. وشلون هناجر؟ كان نطلع من عنده مو حلو صاير. راح ندورنا على ناس شي شياتين. المقطع صار ايش قد؟ 14 دقيقة. شباب والله احس انه اكو اشجار جديدة. اكو اماكن اشجار جديدة هنا متغيرة. هذا يمكن اكو واحد هنا شفت سيارة 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 شفت راحت من هاي الجهة. ها شنو هنا بوكان جديد والله العظيم هذا مو طيلي دخلني سولو والله العظيم والله العظيم يعني ماكو ناس المقطع صار راح يصير 16 دقيقة وانا بعدي 3 قلات. سيارة خلصت بنزين طبعا شباب يمكن بصوت الجهاز ناس ما يطلعون هيك يفكروا وانت فكر شوي يعني يمكن يحطونه ويا اجهزة قوية ويطلع بس اجهزة قوية فكروا بهيج السؤال يعني هيك يعني عندي هيك احساس قوي يعني يعني كنا من كنا بالموسم القديم يعني بالمواسم القديمة كنا المحترفين يحطوا لهم
الحاسبات طلعت كذي، طلع مفصولين ويا الايباد. كنا كل ما نموت ها شفتوا هذا الايباد، الايباد كتلنا مرة واحد، كتلنا واحد واحد، سقطنا سقط تيم كامل، ما قدرنا نواجه كتلنا. احنا كل ساعة نقول هذا ايباد هذا هيكل، اخر شيء تعرفنا عليه طلع جهاز جي 7، يعني ما له دخل، لا له دخل يعني. شنو هاي شفت الشباب متت غارة جوية ليش؟ لان اقول لكم انه يعني تعلموا شباب، بعد تفوتون جيم واكو غارة جوية شفتوا. طبعا شباب 17 دقيقة زين ترى، وقلت لكم من البداية يعني الجهاز حار كلش، صارت 8 ساعات او 7 ساعات متواصلة، يعني هيك راح تعرف انه الجهاز ما بيه مشكلة. طبعا هو من البداية حتى جهاز 14 برو ماكس ما بي مشاكل، وحتى 13 برو ماكس ما بيجي مشاكل. ولكن اعيد واكرر انه اذا انت تريد جهاز كمشته زينة او تريد جهاز يفرق عن 14 برو ماكس، لا تشتري 15، لا تشتري 15، ماكو فرق اصلا، والله العظيم ماكو فرق ابد، يعني لا لعب ولا كل شيء. اما الكاميرا اقول لك اكيد الكاميرا تفرق، الكمشه شويه احسن، بس انت تغير الجهاز على مود كمشه هم ما يصير والله العظيم. يعني ما انصحكم من اذا انت عندك 14 برو ماكس ما انصحك تبدل، اذا انت عندك 13 برو ماكس انصحك تبدل، لان يعني جهاز متطور كلش قوي. واذا انت عندك جالكسي وهالسوالف طور ال 15 برو ماكس، اما اذا انت عندك 14 لا توصل لل 15 ابد، لان ماكو فرق بين 14 برو ماكس وال 15 برو ماكس. وحتى اذا انت عندك فلوس حاليا مال 14 ما عندك مال 15 اشتري 14، ماكو فرق ابد، ماكو فرق. قبل ما تقطع اشتركوا بقناتي وانطوني لايك. السلام عليكم.